نشر مقطع مصور يثبت وجود أجهزة لا تعمل وعدم توفر المستلزمات الطبية في مستشفى المرجان بمحافظة بابل، فلنشاهد. الله يساعدك. الله يخليك، رحم الله والديك. هاي الأجهزة باعتبارها إسعاف. صح. إسعاف المريض. بس الساعة جاي التحجي؟ والله من ال 11 لحد الآن. من ال 11 وهسه الساعة بالخمسة؟ أنا هاي حالي وعلوج. ألوج يعني مثلي منتظر الموت ساعات، لحظات الموت. الله يسعدك. وين شيء؟ الله يسعدك. أنا لو أنا أجي من الشفل. أنا بيتي بين الشفل وطويريج 30 كيلو متر، السيارة تاخذ مني 20,000 دينار. الله شاهد. أجي وألقى الجهاز عاطل، إذا أم أرد ثانية يوم 20,000 دينار. زين يعني أنت جاي من 11 وهسه الساعة بالخمسة، شو وقت الطب؟ زين شو أسوي؟ يلا. شو وقت الطب يعني؟ إذا بالخمسة وما أطلب يعني. أطلب. الله كريم، الله كريم حجي، الله كريم.